بيدك. فخلق له الله الكمال، إذا تعرفون أكلة الكمال، كما نفس اللحم بروتين كامل وصافي تقريبا إلى درجة 90% بروتين بس بدون التأخرات. إذا كان لابد شنو أثر؟ شوف تتعامل مع شو؟ يعني يقول لك لا تجعلوا بطونكم مقابر للحيوانات. تعال بعد شوف شنو أكو. يقول إذا بدك تاكل فشوف الحيوان يغلب الاستفادة من ألبانها أو من لحومها. يعني إذا جابوا جدي وجابوا بقرة، البقرة شنو؟ غير حليب والزبيب للذبح، فكل مما هو للذبح مو تاكل مما هو للألبان. ما غلب ألبانها على لحومها فلا خير في لحومها، وما غلب لحومها على ألبانها فلا خير في ألبانها. لا تاكل مشتقات الحليب مال الدبي، بس مو حرام هذا وحتى مو مكروه مثل الكراهه، انما درجات. شوف الثواني وديت هذا اولا. الان تركنا الجاموس والبقر والجمل، الفرس والبقر والحمار شو يقول؟ هذا اصلا لا تفكر فيه، هذا حلال بس مكروه. علامته ما كان لهم غلف واحد، يعني رجل البقر او الحصان رجل واحده هذا مكروه. إذا اثنين ظلفيا مثل الخروف هذا جائز، مو مستحب، جائز حلال. وإذا كانت ثلاثة مثل الخنزير فهذا حرام. يجي على الجدي يقول إذا تريد تاكل جدي لا تاكل من كل مكان، لا تاكل مع مصطلح حليب العراق قاسى يعني شراحيم، كل من الذبيحة ما علم. يعني الكتف كما صلى الله عليه واله يحب من الذبيحة الكتف اعلى شيء. وما اختلط بعظم هو الكتف اللي فيه عظم واعلى شيء. بعد اذا بعد تروح في فوق الكتف يقول اذا كنت ضعيف هذا الجلد لا تاكل بالماء يمشي، كل بالماء يطير لقوله تعالى ولحم طير بالماء يشتغل. ايش يسوي؟ رب العالمين ايش يسوي؟ يقول ما هذا ياثر بالصفات. يعني ولد ايش قد ما انت مو نسبتك مو بس الولد حتى صفات المشكله، صفات الحيوانات تنتقل. صفات الانسان اذا اكل نباتات او اكل حيوانات يورثها الصفات. المشكله هاي المشكله موجوده وما لها علاج الا يمكن كثره الدعاء، كثره الصلاه، كثره الصيام الى اخره. بعدين يجي على الطير يقول لكم محرمات في الطير، مو كل شيء تاكل من الطير. لازم تاكل ما على وتترك ما حرم وخبث مثل الكليه. او مثلا دم الطير حرام، كليته مكروهه، البؤبؤ حرام. عرفت شلون؟ يقول لي اتركهم. رجلين تاكلها. كل الصدر او الظهر. هذه لما يجي الى هذا بعدين يروح على النباتات. ينقلك الى عالم النباتات يقول لك من النباتات مو كل شيء تاكل، حتى النباتات يدخل فيه. يريد يطهرك، يريد ينقيك، يريد يصفيك. هذا غير حليه الارض وحليه الزرع، وليكون مسلوق، وليكون ما خمس، وليكون ما مدكة، وليكون. واصل شيء مصفيها وجايب لك اياها. يجي يقول لك انت بالنسبه للنباتات لا تاكل ما يغلب ريحه على غيره مثل الباقلة، ولا تاكل مثل البزالية، ولا تاكل مثل الثقيل اللي يغلق على المخ التفكير. لان فرعون اطعم بني اسرائيل 6 أشهر الفول ثم اعلن ربوبيته. يشوف الفول شلون لانه هو راح بعد من الهمم في قصه راح الواحد. قال اريد اعلم ربوبيتي في حال التصرف. يشوف هذا الشيء يعني ما تقدر تعلم ربوبيتك انت ملك وكذا الا لو تركي لهم فول. فقال
وسلم انه قال حكم عليهم ان يطبخوا ووجب عليهم انهم في ضيافه الملك. ضيافه الملك سته اشهر فول. من وجدنا في بيته نارا سجلناه. ممنوع. ما حد يطبخ. انتم في ضيافه الملك شنو وكلهم؟ فول. خصوصا مع القشر، اذا مع القشر يعني قلت. قفلت تمام. واذا كبير الفول بعد هم اكثر، يعني اذا لابد منك تاخذ اخضر صغير بدون قشر. يكون احسن. بعدين يجي على الطعام يقول لا تاكل حار ولا تاكل ثقيل ولا كثير ولا تمزج متضادات. يعني تاكل مثلا شيء خفيف ويا شيء ثقيل. هذول لما يضربون يبدوك حاله مو طبيعيه. بعد يجي امضغ اللقمه جيدا ولا تقم الا وانت جائع ولا تجلس الا وانت جائع. وانما تكفي من ادم لقيمات لا تحب الماء بل نصه نصه. على ما يجي يقول لك، على الاكل يجي يقول لك، على قعدتك يجي يقول لك، او غادي لك على قعدتك كيفك تاكل شو كنت ما تسمي تفضل تجي تفضل تفضل. مو هيك شيء. الضحى وجبه العشاء يعني قبل المغرب مو بعد المغرب. او العشاء بالفتح مو العشاء. ثاني يوم الظهر مو الضحى ولا العشاء. ثالث يوم الضحى والعشاء. رابع يوم الظهر يعني يوم وجبه واحده يوم وجبتين. الى ان يجي هذا مع كم هائل من الادعيه والصيام والصلاه والاعمال والبر والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وقال لك شنو؟ صناعة الله سبحانه وتعالى. هذا يرثني. لذلك يحيى طلع في عبادته اضبط من زكريا مثل ما طلع يوسف اضبط من يعقوب. طبعا هذا السر الوقت خلص. الا صار وقت بكره ان شاء الله شوي وصلت الضوء بعد اكثر على بعض الاعداد. مثلا ليش النبي ودوه الى حليمه السعديه على اساس تطلعه وما ارضعته في الواقع؟ يعني في قصه التاريخ النبي صلى الله عليه واله يعني ارتضع منها وما ارتضع. انما رزقهما ببركه وجوده صارت بركه عظيمه عند يعني عشيرتها واطرافهم وكذا. ليش ذهب الى الباديه؟ وليش ارسل الى الباديه؟ حتى يتقن العربيه النبي حتى يتقن العربيه او يدرس. لان اذا خالطت العاجم ضاعت عليك اللغه. بالوراثه من بيع اللغه مو بس بالتعليم. بالاصاله والمجاره. واحد اقول لك وانهي هنا. هؤلاء الذين ابوهم اعطاهم الارث فما ردوا. قال ان ينتظروا بعد ما ماتوا ارجعوا الى ابن اسد. ابن اسد ارجع في قصص العرب اربع مجلدات في احد القصه هنا. كانوا قاصدين ابن اسد، ابن اسد الواحد معروف وامير من الامراء. ففي الطريق وجدوا اثر لجمل. فمضوا على الاثر ثم راهم اعرابي ينشده. قالوا جملك اسود؟ قال نعم. قالوا وابن كذا سنة؟ قال نعم. قالوا وبلده مقصور؟ قال نعم. قالوا ويحمل تمرا من نوع كذا؟ قال نعم. قالوا ووزن التمر هل قد على ظهره؟ هل قد رزق؟ قال نعم. قالوا وجمالك اعور؟ قال نعم والله عثرت على السابقين. يعني انت قال لا والله لم نره اصلا ما شفناه. قال ابن السابقين اشتكي عليكم عند ابن اسد. قالوا مقصدنا ابن اسد. لما راحوا الى ابن اسد كل القصه نفهم الاحاديث من النصف واحده. لما قضى النزاع كذا ضيفهم. فلما اكلوا قالوا منهم الطعام جيد لولا أن